كله موجود. طبعا هذه لاول مره في التاريخ. ما بكاس ديدان؟ لا لا، لاول مره تخرج الكسوه القديمه زي ما دخلت هي جديده. حيعتمد الصناع الان والعمال على لفها على شكل رول، وهذه اول مره. لحظه ايمانيه عميقه تستشعرها القلوب والارواح، عملية استبدال كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة، تفاصيل كبيرة لحكاية طويلة من القداسة. قبل ما نجي نعملها كده نرفعها من فوق، من تحت لفوق، أخذت مننا الجانب الواحد 4-6 دقائق، بعض الجوانب 4 دقائق وبعض الجوانب 6 دقائق. قدامك ثواني ترفعت، وكأنه ما هو اللي بيرفعها بشر. يصل وزن ثوب الكعبة إلى 1300 كيلو، ويستغرق استبدالها نحو 3 ساعات بخطوات أيد خبيرة عملت لسنوات من العمر في صناعة وحياكة كسوة الكعبة المشرفة. وإحنا بنعبيها قطن ونشتغلها بالقبقبة ونشتغلها بالغرز الخضراء، ونبدأ عليها بالسلك الذهب. السلك الذهب مثلي، يعني هو فضة مثلي مو الذهب، عيار 24 من أجود أنواع السلك، وأجود الخامات 35 كسوة. الحمد لله، عقبال إن شاء الله أنتم تواصلوا أعمالكم وتشوفوا كمان، تفتكروا كلمة هذه يقول كمان حنشتغل 35 سنة في أعمالكم إن شاء الله، ربي يوفقكم. كساء من الحرير الأسود، آيات من القرآن الكريم منقوشة بماء الذهب، تاريخ من التقليد الإسلامي في أطهر بقعة في العالم. تلبس الكعبة المشرفة ثوبها الجديد في ليلة مباركة تترقبها أنظار المسلمين في كل أنحاء العالم. للإخبارية محمد الحمادي من المسجد الحرام مكة المكرمة.